كيف يمكن تقييم الاجتماعات الأربع للجنة الحكومة المخصصة لميثاق الاستثمار الجديد منذ بدايتها؟ هل هناك تقدم محرز يمكن لمسه فيما يتعلق في الاجتماع والمعطيات الأخيرة لهذا الاجتماع؟ نعم، هو شيء جيد، شيء يحسب للحكومة، هذا المرور السريع إلى التفعيل. حين قدم السيد عزيز أخنوش الحصيلة الأولية تحدث عن تقدم على مستوى عدد النصوص الأساسية لميثاق الاستثمار، قانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، تحدث أيضا عن المراسيم المتعلقة بآلية الدعم ومجموعة أخرى من الآلية القانونية التي بلغت مستويات متقدمة من الإنجاز. إذن إلى حدود الساعة لا انخراط الوزارات المعنية والإدارات المعنية بهذه المراسيم وهذه القوانين، ولا التصريحات التي صرح بها السيد أخنوش، ولا وتيرة الاجتماعات التي عقدت منذ فبراير الأخير إلى اليوم هي تفيد بأن هناك إرادة قوية من أجل التسريع بإنزال هذا المشروع الذي سيغير وجه الاستثمارات العمومية في المغرب، سيغير وجه كذلك الاقتصاد المغربي ككل، هذا الاقتصاد الذي كان فيما سبق مرتهنا بشكل كبير إلى مجموعة من التقلبات، سواء مرتبطة بالأسواق الدولية أو بالمناخ أو مجموعة من الارتهانات الأخرى التي كانت تؤثر سلبا على أدائه. اليوم من خلال هذا الميثاق نحاول المرور إلى سرعة أخرى، نحاول المرور إلى توجهات استراتيجية أخرى على مستوى الاستثمار، نحاول قلب كفة الاستثمار من القطاع العام إلى القطاع الخاص. أظن إلى الحدود الآن تصريحات حسب تصريحات السيد الرئيس الحكومة هناك أشياء إيجابية تجري. نعلم أنه يجب لمنح الحكومة والوزارات وقت من أجل إعداد النصوص والمراسيم، ولكن أتمنى صادقا أن تتم تسريع وتيرة هذا التنزيل، أن يكون في غضون شهرين أو ثلاث أشهر المقبلة على أقصى تقدير أن تخرج هذه المشاريع إلى النور، لأن لا زال هناك طريق طويل من أجل الحسم النهائي في الميثاق وفي توجيهات وتوجهات هذا الميثاق.